بسم الله الرحمن الرحيم، على بركته نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم وبحضراتكم متابعينا الكرام عبر قناة ياس والقنوات الناقلة في هذا اليوم لهذه التحديات الكبيرة، ومع انطلاقة أول أيام هذا المهرجان الكبير والكرنفال التاريخي، مهرجان ختامي الوثبة لعام 2019، لننطلق وإياكم متابعينا الكرام، لننطلق بانطلاقة سادس أشواطنا، وهو شوط خاص بالحقائق الابكار هناك وأشواط الإنتاج والمنتجين. نتقدم بالمركز الأول وننطلق مع صدارة شوط لأتابع بلشة الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، يتقدم ببلشة وينطلق بانطلاقتها، يا سلامي على هذا الانطلاق. بينما النقلة على المركز الثاني لأتابع سحابة سيف بن عبيد بن غنام المزروعي، يتقدم مقدما لنا سحابة بالمركز الثاني، واللي على المركز الثالث قيادة التي تتجه لقيادة الشوط بشعارك يا بن هميلة، حمد بن سعيد بن هميلة المزروعي مقدما لنا قيادة الدور. دور المركز الرابع انطلاقة شعار طيار الوثبة المتقدم بملوح عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري، والمركز الخامس وتابع الانطلاق مع هذه الأعداد الكبيرة القادمة ناصية سالم بن كاسب بن حلوس الأعفاري على المركز الخامس. الدور دور المركز السادس وصول تغرودة بشعارك يا الخيالي محمد بن سعيد بن خليفة الخيالي محتلا لسادس التحديات. المركز السابع فرح ناصر بن صالح بن طرشوب العامري مقدما لنا فرح، وأيضا وصول شعار بن ثعلوب المتقدم على المركز الثامن المتجاوز إلى المركز السابع مقدما لنا نوف الخوف كله من نوف حمد بن حمود بن ثعلوب بن سالم الدرع واسماء قادمة وبكل قوة بدأت بحضورها وبدأت بانطلاقها. وتابع شعارك يا بن فارس القادم مع الشهامة حمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، واللي تجاوزت أيضا من الجانب الآخر وتقدمت. هناك انطلاق وحضور وإبداع وتميز بهذا الانطلاق، انطلاقة أيضا شعارك يا بن طرشوم، والواصل شعار بن قران مع الشاهينية سلطان بن مساعد بن قران المنصوري، ولكن العودة يا اخواني الى مقدمة الشوط والى الانطلاق الاول ليتابع بلشة يا بلشتنا ويا بلشتكم. من بلشة اللي على المركز الاول اللي تتقدم بشعارك يا شيخ الدكتور على المركز الاول سعيد بن سالم بن علي الشيخ يقدم لنا بلشة، ولكن بن غنام في يوم الغنايم بدأ يتقدم. بن غنام باحثا وطموحاته للغنايم للعلا دائما هو طموحه، يتقدم بن غنام ينطلق مع الأسماء الكبيرة، ينطلق في خضم هذه المعركة التاريخية بحضوره وبحضور شعاره بانطلاقة سحابة خير يا بن غنام سيف بن عبيد بن غنام المزروعي، ولكن طيار الوثبة السلامات وين؟ هناك ثنتين قادمات من الوثبة ينطلق مع المراكز الأمامية. تقدم شعارك يا طيار الوثبة مع ملوح بهذا الاسم التاريخي، ملوح يا ملوح ومتى بتروح يا بن صياح مع الفوز مع الناموس والانطلاق. هناك وشعار أيضا بن ثعلوب قادم بن ثعلوب مع نوف حمد بن حمود بن ثعلوب الدرعي، وأيضا شعار بن قران القادم والمتجاوز من الجانب الآخر هناك مع لوحة الكيلو متر الأخير يا بن قران. انطلاقت الشاهينية أحد الشعارات الكبيرة، يتقدم الأسماء ينطلق على المركز الأول. هناك بهذا الكبرياء وبهذه السيطرة الكبيرة بدون أي أوامر يا بن قران، ماذا تقدم وماذا تفعل أنت وشعارك الكبير؟ يتقدم بن قران سلطان بن مساعد بن قران المنصور شعار
باوي صامت صامت يا بن قران. رفت الاعلام رفت رفت الاعلام رفت والشاهينيه عصاها ما بعد رف يا بن قران على ظهرها روح بالفوز بالانطلاق يا اخوك يا اخوك غادر غادر بالسلامات غادر غادر بالفوز غادر يا راعي الشاهينيه كبرياون واي كبرياء يا بن قران يا سلام يا سلام اضربها وعطها وحده وثنتين خلها تروح خلها تروح يا بن قران يا بن قران سلطان بن مساعد بن قران المنصوري ناموس وثباوي ناموس ناموس وثباوي ناموس هناك وغياثي غياثي 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 مع بن قران ينطلقون بهذا الفوز بهذا الانطلاق الكبير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على هذا العرض هناك ونتمنى لك ايضا التوقيت في التوفيق التوفيق في رمز القعدان في هذا المساء يا بن قران سلامي عليك يا راعي الشاهينيه سلامي عليك يا بن قران هذا الفوز وهذا الانطلاق الكبير تانينا والناموس المركز الثاني الحضور من تغروده محمد بن سعيد بن خليفه الخيل المركز الثالث كانت القادمه على المركز الثالث والواصله هناك هناك اشتعال ناصر بن خليفه بن محمد الدرع المركز الرابع القادمه على المركز الرابع الفاتنه الويهي بن محسن الزفن العفان المركز الخامس انطلاقه ووصول على المركز الخامس وصول هناك وصول نوف على المركز الخامس حمد بن حمود بن ثعلب بن سالم الدرعي تانينا والناموس لجميع الفائزين والتوقيت الزمني توقيت هناك بن قران وانطلاقة الشاهينية 5:53 أربعة أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول وانطلاقة الشاهينية بالمركز الأول توقيت مميز وجميل يسجل مع الشاهينية سلطان بن مساعد بن قران المنصور المركز الثاني 5:55 خمس أجزاء من الثانية هناك مع الواصلة على المركز الثاني هناك انطلاقة تغرودة محمد بن سعيد بن خليفة الخيالي تهانينا والناموس الخيالي والمركز الثالث توقيت الزمني 5:56 تسعة أجزاء من الثاني اللي حاضرة على المركز الثالث والواصلة هي اشتعال ناصر بن خليفة بن محمد الدرعي تهانينا والناموس لجميع الفائزين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب العون